سيبك من لعبة الصحافة دي يا خالد، دي أمور جانبية، لا هتقدم ولا تأخر. أنا كنت بحاول أفهم بس. مش هتفهم، مش هتفهم صدقني، دي أوامر عليا وعلينا كلنا إننا ننفذ، ننفذ وبس. تمام يا فندم، بس اسمح لي أكد لك إني مركز في شغلي. الطبيب الشرعي عادل جبريال المسؤول عن تبديل الجثث في المشرحة اتقبض عليه فعلا، وهو دلوقتي في مديرية الأمن بورسعيد. عظيم، تروح له؟ بكرة الصبح هيكون هنا. عندك أي تصور ممكن يكون مين اللي بيحركه؟ لسه، بس من عنده هنمسك طرف الخيط. المشكلة يا فندم مش في المشرحة بس. عندك حق، فكرة مش بطالة. يعني بلغه إنك موافق؟ إلا لو كان الغرض المماطلة وشراء الوقت، وإحنا بنعمل كل اللي بنعمله ده علشان ما عندناش وقت. تمام، كلام مظبوط. بس إحنا هنقدر نعرف منين نيته الحقيقية؟ وإيه البدائل المتاحة يا سنيور؟ بلغه إني موافق. خليه يحدد السعر ويمشي في إجراءات الشراء. باسمه؟ أو باسمك، المهم تكون معاه علشان تعاين. معاه فين؟ لوحدنا؟ ورايا يا سنيور، ده قتل ابن عمه لما كانوا لوحدهم. اتعلم من أخطاء غيرك يا عزت، واحمي نفسك. وأرجوك خلص عشان أنا صبري نفد. كل المهاترات اللي بتحصل في القصر دي ابتدت تضغط على أعصابي. الله، عندك حق. هي الحكاية فعلا طولت وبوخت قوي. ده حتى عايدة الخزندار بتهددني إنها هتعمل لي فضيحة كبيرة لو فضلت ماشي في إجراءات بيع القصر.